اهلا بكم متابعي انفتافي، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم موضوع ديالو هو تامين على العقار. تامين على العقار غنحيطوا به من جميع الجوانب مع المستشار في التامين حسن حسني. اهلا بك سي حسن. شكرا على الاستضافه. شكرا سي حسن. كنلاحظ مؤخرا انه ولينا كنسمعوا بزاف ديال الحالات ديال سقوط ديال المنازل، انهيار ديال المنازل، سواء يعني بفعل يعني كوارث طبيعيه بحال الزلزال والله يحفظ بلادنا، او لا كيكونوا منازل ديجا هي عائله للسقوط، وكنسمعوا حرائق في المنازل ديال شارجور، يعني مجموعه من الحوادث اللي ممكن انها تسبب فاننا نفقدوا المنزل ديالنا والعقار ديالنا. فهذا بالتالي كيحيلنا لواحد الامر اللي هو التامين. يعني كاين تامين على المنازل، حنا قليل فين كنسمعوا بهذه القضيه، يعني معودين ان نسمعوا تامين على السيارات الحوادث السير او لا غيرها. فبالنسبه لك انت تشرح لنا اولا بخبرتكم في التامين، شنو هما الاصناف ديال التامين ملي كندوي على العقار؟ العقار عنده تامين واحد اللي كاين، هو انك خاصك دير التامين سواء المنزل ديالك، سواء الا كنتي ميسور الحال عندك شي فيلا او لا ربما شي بعض الاملاك اللي يعني كتكون كبر من هادشي. فمسألة ديال التامين هي مساله مهمه بزاف، لان الانسان كتكون عنده مثلا واحد لابارتمون كيخصو يعرف بانه متعرض لاخطار كثيره، وهذيك الاخطار فيمكن يجاوب عليها بواحد العقد ديال التامين. والاخطار فهي ماشي فقط مضره ليه هو يعني كمالك للشقه، ولكن يمكن ليها تضر ايضا كسوا الناس اللي يعني كيكونوا حتى هما دي كولوكاتير معك في في لا ريزيدونس او في ليموبل اللي فيه نتايا، او لا تقدر تسبب اضرار المرافق المشتركه ما يعرف عليها اصطلاحا بلي بارتي كومون. يعني كتقول ان هذاك الخطر اللي ممكن يصيب العقار ديالك فهو ممكن يتعدى العقار ديالك للممتلكات الغير، فهنايا التامين كيلعب واحد الدور مهم، فممكن انه يحل هذا المشكل. طبيعه الحال، لان نقدروا ناخذوا واحد المثال بسيط، مثلا واحد الانسان عنده مثلا واحد الشقه ديالو وتعرضت لواحد كان واحد الاتلاف من جهه مثلا لي كوندويت ديال الماء او لا لي فليكسيبل مثلا، فوقع يعني خرج الماء وتسبب في اضرار كبيره للشقه ديال السكن اللي فيها هو، وهذاك الماء فهو في نفس الوقت خرج من المحيط ديال لابارتمون ودخل لاسونسور، ويقدر يدخل عند الجيران فعلا. فاذا دخل لاسونسور مثلا يقدر يوقفه تماما وتسبب ليه في خسائر ماديه اللي يقدر الثمن ديالها يكون عالي التكلفه بطبيعه الحال. وبالنسبه للجيران وكذلك يقدر يدخل لهم الماء، يقدر يسبب لهم في اضرار، لا بالنسبه للصباغه، لا بالنسبه للفراش، لا بالنسبه لعده امور. وتنظن بان المساله ديال التامين فهي مساله واضحه. كاين مثال اخر حتى هو مثلا لا قدر الله الابن ديالك ولا شي حد من العائله ولا كذا كيلعب بشي اوبجي فحال هكا، ما ينطف فيه اتونسيون مثلا ورماه او لا ترمالو من الشرجم ياك من نافذه طاح على شي واحد مثلا تسبب ليه في مشكل. دونك هنا عاوتاني التامين يعني حتى في هذه كيدخل التامين في نطاق المسؤوليه المدنيه ياك، فالتامين فهو كيقوم بالواجب من هذه الناحيه هذه. يعني انت كتنصح الناس انهم يلتاجوا لشركات التامين ويامنوا على العقار ديالهم من الافضل باش يضمنوا حقهم وحق الغير. طبيعه الحال. وفي حال مثلا انا بغيت نامن على العقار ديالي، فشنو هما المعايير اللي خاصني نركز عليها في الاختيار ديالي للشركه ديال التامين؟ وكيف ما سبق لي ذكرت فشركات التامين فهي كلها اللي كتزاول فهي كلها شركات مرخصه من طرف الدوله. وكيف ما كتعرفي فشركه التامين هي شركه اللي كتكون مهمه بزاف بالنسبه للاقتصاد الوطني، لان من غير التامين فهي كتلعب ادوار كثيره ومتعدده. يعني اي شركه تامين اليوم كاينه و كيمكن لها تبيع مواد ديال التامين فهي اوتوماتيكمون فيها جميع الخصائص
اللي كتمكنها من انها تؤدي الواجبات ديالها في حالة الى التجأنا لها. يعني كيبقى التركيز هو شنو هما البنود اللي كاينه في العقد اللي برمتيه مع هذيك الشركه او اللي سنيتي عليه. طبيعه الحال هو الانسان فاش كيبغي يدير عقد ديال التامين ولا بد ما خصو يشوف واحد المستشار ديال التامين او الوسيط اللي غادي يعطي جميع النصائح اللي غادي تمكنه من انه يكون عنده واحد العقد ديال التامين اللي ما فيش اختلالات. لان الاشكاليه شنو هي؟ الاشكاليه هو ان الانسان يدير عقد ديال التامين وتيخلص الثمن ولكن ما تيعرفش شنو هما الضوابط اللي فيه، ما تيعرفش شنو هما الامور اللي هي متاحه في حاله لا وقع شي انسيدون، وما تيعرفش شنو هي الامور اللي ما عندوش فيها الحق. فمباشره ملي تيوقع شي سينيستر ولا شي حادث اوتوماتيكمون كتلقى الناس ما عجبهم الحال تيقول لك ما خلصونيش، داو ليا داروا ليا، ولكن ملي كنرجعوا للعقد التامين كنلقاو بان كل شيء موثق. واللي خص يعرف الانسان بان الثمن اللي كتادي على التامين فهداك الثمن ما معنيتوش انك عندك واحد التامين شامل 100%، راه عندك تامين على حساب الثمن اللي اديتي. دونك داك لي غارونتي اللي كاينين ودوك لي زيكسكلوزيون دوك المسائل كلها اللي كاينه في الكونترا راه هي تحطات في واحد لو كادر وادات انها تعطي واحد الثمن معين اللي تخلصوا المؤمن. يعني الثمن كيحدد لك شنو هو الضمانات اللي غادي تعطيها لك الشركه من بعد بطبيعه الحال في حاله شي اكسيدون. بطبيعه الحال. وبالنسبه لدويتي على الشمول اللي يدير هذاك العقد، فهاد العقد ملي كندويو على العقار واش كيشمل غير العقار او لا حتى الممتلكات اللي كتكون في هذاك العقار؟ بطبيعه الحال فملي كدير التامين على العقار فانت كتدير التامين اولا على لو كونتونون اللي هو يعني داك كنقولوا لي مور، يعني باش الثمن اللي كتحط هو الثمن اللي الا بغيتي تتعاود من جديد مثلا انك تبني هذاك لابارتمون او هذيك لا فيلا، هذاك هو الثمن اللي كيكون في الاول اللي مرافق ليه، هو الثمن ديال تو سكي كونتونو اللي هو يعني الموبيلي يعني الاثاث كاع المسائل اللي عندك في المنزل. فهادشي كله كيخصو يديكلارا لاسيرونس النهار الاول، كيخصك تعطيها لا فالور ديال كيف ما قلنا ديال لو كونتونون، وكتعطيها اوسي لا فالور ديال هذوك المسائل اللي كتكون. وهادشي كيتشرط فيه انه يكون عندك فواتير. بطبيعه الحال اي حاجه اشتريتيها فخص تكون عندك فاتوره ديالها بطبيعه الحال. وي. لان في حاله ما الله يجعل السلامه لا كانت سرقه مثلا، مشات لك شي حاجه وكانت سرقه وجيتي قلتي بان انا راه مشات لي هذه المساله، راه خصك تجوستيفي بانها كانت عندك. باش كتجوستيفي؟ كتجوستيفي بون فاكتور داشا، فهمتي؟ يا بعض المرات ملي كيكون كنقولوا حنا سينيستر بارسيال، يعني كتكون الحاجه باقا محطوطه ولكن مثلا الماء غير شي بليصه فين ضربها وكذا. فهنا كيمكن ليكسبير يدير واحد التقييم لهذاك لو بيان ويقوم ولكن في غالب الاحيان كيخص الفاتوره. فاحنا ملي كندويو على الفاتوره هذا دابا كيخلينا اننا ندعيو المواطنين انهم يحرصوا على انه ملي يتعاملوا مع شي شخص او لا شي شركه ويشتروا من عندها شي منتج او لا شي يعني اثاث ولا هذا، يركزوا على انهم ياخذوا الفاتوره، لان حنايا في المغرب هاد ثقافه الفاتوره شويه عندنا قليله. قليله بطبيعه الحال، لان ما كنلتزئوش دائما لي ماغازان كبار ديالنا. يعني عندنا طرق كثيره فاش كنديروا نبغيو نختموا الحلقه ديالنا اليوم بشنو هما الاسئله اللي خاص يركز ويسالها ضروري المؤمن للشركه ديال التامين. وهو المؤمن فاش كيمشي يدير عقد ديال التامين فكيطلبوا منه الوسيط ديالو ولا شركه التامين اللي مشى ليها مباشره، فتيطلبوا له واحد العدد ديال المعلومات اللي خصها تكون دقيقه وصحيحه ومضبوطه، واللي هي هاد المعلومات ملي كتبدل خاصك ولا بدات انت تمشي عند الوسيط ديالك ديال التامين وتعطيه لا ميزاجور، يعني تعطيه المعلومات اللي هي جديده باش ديما يرفقها لعقد التامين. لان ملي كيوقع حادث كنمشيو، لان العقد هو شريعه المتعاقدين، دونك ملي كيوقع حادث كنمشيو لهذاك العقد ديال التامين كنشوفوا المعلومات اللي فيه واش مضبوطه. اذا كانت مضبوطه فكيجي ليكسبير كيشوف الخبير تيشوف وتيادي المسائل ديالو، تيادي الدور ديالو كما ينبغي. والمعلومات هي بطبيعه الحال اولا كنقولوا لادريس
يعني المكان اللي كتواجد فيه اللي كتواجد فيه لابارتمون او لا الفيلا. دونك خصنا نديرو واحد الديسكريبتيف ديال هاد ديال هاد لا فيلا هادي او لا هاد لابارتمون، تنحطو لادريس بطبيعه الحال، وتنحطو لي فالور اللي كيف ما سبق لينا وذكرنا خصهم يكونوا هذوك لي فالور يكونوا اكزاكت، ما يكونش فيهم يعني واحد واحد الخطا. هادشي اللي تيكون يعني تقريبا بالنسبه للعقد ديال التامين. شي نصيحه اخيره للناس اللي كيتفرجوا فينا اللي باغيين يخطيو هاد الخطوه ويامنوا على العقد ديالهم؟ النصيحه هو ان هذا المجال هذا ما خص الناس تبقى تخوف منه، يعني خص الناس انها تعرف ليه وتعرفه مزيان. خاصنا يعني فريمون خاصنا نباناليزيو هاد لو تيرم اسيورونس، لان الاغلبيه ديال الناس ملي كتسمع اسيورونس ما تيكونش عندها واحد الشهيه انها تقرا وتعرف شنو عندها. كيكون عندها واحد التخوف، كيكون عندها واحد التخوف. وانا تنقول بان راه فقط غير مساله ديال الواحد خصو غير يبدا ويقرا الامور ديالو، باش من بعد ملي توقع حادثه يكون حتى هو عنده واحد التصرف اللي هو معقلان وعارف شنو ماله هو ما عليه. انا ما كنقولش بان راه ما كيوقعوش تجاوزات ولا خروقات، انا لا اقول هذا، ولكن ملي كتكون تجاوزات او لا خروقات وكنكون انا ضابط عقد التامين ديالي وعارف شنو فيه، فكيحميني القانون، كيحميني القانون، وحتى شركه التامين كتقوم بالواجب ديالها بدون اي مشكل. شكرا بزاف سي حسن وعلى هذا الكم الهائل ديال المعلومات اللي عطيتينا. مرحبا، شكرا لكم على الاستضافه. الله يكبر فيك. فمشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، على امل ان نتلقاكم في لقاء جديد وموضوع جديد. بسلام عليكم.